صديقنا وزميلنا إبراهيم تسوقي، رئيس تحرير مجلة سوبر وان اللي هي مجلة ومجلة إلكترونية رياضية، وهلأ أنت بقطر عم بتغطي المونديال وعم انتبع لك شوي شغلك بموضوع المونديال. مقابلات حابب بلش هلأ بعد شوي بلوتر ماتيوس وألمانيا، بس خلينا نحكي بالأول عن مشاهداتك بتنظيم كاس العالم، أول كاس عالم بيصير بالدول العربية بقطر. كيف التنظيم وكيف أراء المنتخبات والفرق اللي مشاركة كذا مرة بكاس عالم على هذه التجربة؟ مرحبا جود. ليك صراحة نحن يعني الانطباعات تبعيتنا إيجابية جدا، ويمكن لأنه نحن صرنا فترة منجي على الدوحة بتصير العين تتعود مثل ما بيقولوا على اللي عم بتشوفه. جربت صراحة أنا من وقت ما بلش المونديال أو قبله بكم يوم أرصد الناس اللي يعني وصلت هلأ على الدوحة، يعني ما كانت موجودة قبل خلال فترة التحضيرات وهيك. طبعا كلهم يعني بيحكوا قديش تنظيم جيد وعالي المستوى. امبارح رحت حضرت مباراة، يعني مش كتجربة صحافي عم بحكي، كتجربة فان جمهور، كنت عم بحضر بلجيكا كندا. بتطلع انا طلعت، نحن موجودين بالميديا سنتر، موجود بمنطقه مشايري باللي هي مثل بقلب العاصمه مثل الداون تاون. يعني طلعنا من الميديا سنتر رحنا على في محطه مترو قريبه علينا اللي هي اذا بدك هي الهب الاساسيه للمترو. هون بتنزل بتاخذ اللاين اللي بده يوصلك على الملعب، حوالي 4 أو 5 محطات بتوصل على الملعب. بتنزل طبعا خلال كل هذا التراجيل اللي بتمشي فيه في شباب وصبايا حاملين لفتات بيقولوا لك انه من هون ومن هون ومن هون حسب كيف رايح. ونزلنا من المترو، كمان في ناس عم بتدلك، تمشي حوالي 10-15 دقيقة، وهو شيء منطقي يعني بهيك ايفنتات، وخاصة هذه يعني هي تعتمد هذه لسبب انه بيعتبروها هي مثل الفلتراج، لانه لما يصير التراجي طويل بتصير في ناس طبعا فشختها اكبر من الناس، ففي تصير توصل الناس تباعا، ما بتوصل الناس كفت يعني. وهيدي مثلا هيدي من عيوب الستاد دو فرانس، انه بتنزل من المترو بتصير كل العالم موجوده على الجيت، فبالفوت بيكون في زحمه كبيره وبتطلع في زحمه كبيره. المهم وصلنا على الجيت بيشيكولك على البطاقه، هي بيعملوا لها سكان، اذا ابروفد بيشوفوا تيكت الماتش بيعملوا عليه سكان كمان وبتضلك فايت بفتشوا اللي هي البطاقه الفان كارد، يعني اللي من خلاله فيك تستخدم المترو ببلاش وكله 100%. هيدي التجربه بلشت بروسيا بالورد كاب اللي سبق، عملوا شيء سموه فان اي دي. الفان اي دي انه بيروح بيعملوا لك بطاقه بحطوا فيها كل بياناتك، رقم باسبورك، عنوانك، ايميلك، رقم تليفونك، صورك، وبتصير لما تشتري التيكت بصير بتحطهم على هيدي البطاقه، يعني بيعملوا لهم داونلود، هي لا ابلكيشن بتنزلها. بتصير هيدي البطاقه هن عاملين لحتى يعني تيكون لها فعاليه او لها افاده، عم تستعملها بالمترو، يعني بس تروح على المترو بتعمل تيك وبتضلك فايت فيها، بتستعمل فيها الباصات، كل الببليك ترانسبورتيشن الموجوده هون. كمان بتخليك تفوت على الفان زونز اللي عاملينهم الفيفا، 3 أو 4 فان زونز، وفي فعاليات اللي معموله يعني حفلات عم بيكون في مهرجانات موسيقيه، بتستعمل هيدي البطاقه بس على المدخل بيعملوا لها سكان وبتضلك فايت. فعمليا هيدي البطاقه اذا بدك يعني انت هون ما بتحتاج بقى لاي بطاقه تانية. هلا السؤال هو بيصير انه يمكن الشيء الاول مره بيصير بكاس العالم انه المسافه بين 8 ملاعب كلها اكسسبل تقريبا لكل الناس بفترات زمنيه صغيره، عاده اذا انت بباري مثلا بدك تسافر على ليون تحضر ماتش تاني، يعني هيدي كيف عم بتفيد الاقبال الجماهيري ولا عادي كل واحد قاطع عن طوشه، لان كمان في حق التذاكر من تاني مان. صح، بس اللي يعني اولت امبارح في شاب صاحبنا كان عم يحضر جيم، خلص جيم الساعه 4، خلصت بحدود الساعه 6:30 7، دغري اخذ يعني راح غير مترو وراح على الماتش اللي يعني مش الماتش اللي بعده، الماتش اللي بعده الماتش العشرة بتوقيت بيروت، يعني كان هونيك موجود بالملعب قبل بحوالي ساعة وربع. هيدي ما كانت ممكن تصير باي وورد كاب قبل، يعني كنا عم نحكي ساوث افريكا، برازيل، روسيا، حتى فرنسا، كنت عم تروح هونيك يعني بيكون كل جيم عم بيكون بمدينة. هون ابعد استادين عن بعض ما في 60-70 كيلومتر، ولما عم تنزل عم تاخذ المترو يعني عمليا
تاخذ معك ربع ساعة أو تلت ساعة ماكسيموم بأحسن حالات، وممكن يكون في عندك بس تغير خط لأنه هن في تو لاين موجودين. هيدي على الأكيد يعني هي كان إذا بدك من السيئات تبعيتها أنه رح تعمل زحمة بمحيط واحد، بس الإجراءات التنظيمية اللي صايرة يعني ما عشنا العجل. يعني كنت متوقع بمحلات انه لا يكون مثلا في كيو قدامك طويل لتفوت على الملعب او لتطلع بالمترو، او عم تكون الاشياء كتير سموس وسهلة، وهيدي منا شغلة هينة يعني عندك هذا العدد الكبير من العالم الموجودة. شو الموضوع؟ ماني اكيد، انا هيك قريت خبر عنه من يومين يمكن بمباراة انجلترا، قالوا انه صار في شيء زحمة على مدخل الملعب، ففي جزء من الجمهور ما قدر يفوت من الاول، وما بعرف اذا هذا التعليق كل حدا عم يقول هيك. لا 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 لا، صارت فعلا صارت ازمه، وبعتقد الفيفا اذا ماني غلطان الفيفا امبارح او طلع بيان بيوضح شو اللي صار. السيستم البطاقات لانه كله اونلاين على 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 على, على الابلكيشن تبع هذا، في ناس معها بطاقات وصلت على الملعب، لما عم يعملوا سكان كان ما عم يتعرف على البطاقات السيستم تبع الفيفا، فاخذوا وقت لحتى صاروا يرجعوا يفوتوا يجربوا يفوتوا على الايميل تبعك وياخذوا الكود تبع البطاقه وشي من هذا النوع. بهذا الوقت لانه هيدي عملت زحمه، في ناس ما كان معها بطاقات فوتت حالها بقلب هيدي المعمعه، وفي ناس يعني فاتت على الملعب ما معها بطاقات، وفي ناس معها بطاقات نطرت يمكن للشوط الثاني، او كانت المباراه تبلش حوالي منها نص ساعه تقدرت بعدين يعني صاروا يعالجوها انه يفوتوا الناس ويسجلوا ارقامهم على الايد. هذا اللي فهمناه انه هو السيستم تبع الفيفا ما بعرف اذا عمل كراش او صاير عليه هاك، او يعني ما عرفنا على المظبوط شو اللي صار، بس انه ايه صار مشكله بهذا تحديدا بماتش انجلترا ايران، وبعد منها كان في ماتش ويلز وامريكا كمان بعض الناس لقت مشكله بهذا الموضوع، بعدين عرفنا انه عاده انحلت. يعني سؤال اخير عن موضوع التنظيم، لما نحكي شو عن البطوله بمضمونها، موضوع الاوتيلات واماكن السكن، لانه كمان قيل انه على الرغم من انه صار في شيء فوق ال 31 الف غرفه مجهزه بالاوتيلات، في 80% منهم حجزتهم الفيفا للمنتخبات وللاجهزه الاداريه وكذا. كيف يعني الناس فعليا، هل في اكلاف صارت عاليه لانه قلوا اماكن السكن، ولا في طرق تانية عم يدبروا حالهم فيها؟ هيدي لا، هي الرقم الكبير اللي حجزته الفيفا في شيء منه للمنتخبات وللهذا، وفي منه شيء للجمهور، لانه انت الفيفا كان عم يعطيك على السايتس تبعوله لما تفوت بدك تحجز جيم بيعطيك حلول للاكوموديشن، بيقول لك في عندك ايه، بيعطيك بيقول لك مثلا في عندك شقق، في عندك اوتيلات، في عندك هود البوت السفن اللي بالبحر، فعمليا قسم من 80 هو كمان للجمهور. ولكن معروف يعني لما يكون في عندك هيك ايفنت الليميتيشن بعدد الغرف بتخلي، ما بدي اقول انه بيصير في احتكار، بس بتصير الاسعار يعني اغلى من العاده، مش منطقيه ومش واقعيه، اغلى بكتير. يعني انه اليوم اذا بتفوت على بوكينجز مثلا، هلا جرب فوت على بوكينجز، بيطلع لك الليله مثلا في اوتيلات عم تحكي 3000 دولار و4000 دولار، اللي هي حقها بعد 20 ديسمبر، يعني بس يخلص الورد كاب بصير 150 دولار. هيدي عملت أزمة بمحل، ولكن اللي عم شوفه أنا من الإكسبرينس إنه أغلب اللي يعني حبوا يجوا على الدوحة قدروا يأمنوا أكوموديشن بأسعار كتير أفوردبل، يعني عم تحكي لك من 150 دولار 200 دولار، وهذا شيء أكتر من ممتاز، يعني عم تحكي فترة كاس عالم. ففي مشكلة، ولكن اللي عم يقصد يجي بهذه الفترة عم بيلاقي حلول، لانه تم استخدام ابارتمنتس، يعني في شقق سكنيه تم تجهيزه من قبل اكور، مثلا نحن الصحفيين هون موجودين مش باوتيلات، قاعدين بشقق سكنيه، شقق مرتبه يعني وفيها كل السيرفيسز، بس مش اوتيلات، يعني السيرفيس بيختلف مثل ما بتعرف. بالنسبة لأسعار التيكتس قديش كمان نتيجة إمكانية إنك تحضر كل مطوشة معقول ينطوا الأسعار، ولا أسعار رسمية بعدها رسمية؟ لأن دايما بيصير في سوق سوداء ماشي على جنب. الأسعار السوق السوداء ما عندي فكرة كيف عم بتصير، بس بعتقد في عليها ليميتيشن، لأنه أنت لما عم تشتري البطاقة عم تشتريها على اسمك. هلأ أوكي بضل على طول في ناس تقدر تتحيل على السيستم قد ما كان ذكي، بس الأسعار يعني منطقية. اليوم اللي في شيء معمول اللي هي البطاقات مقسمة الفيفا نوعين، في شيء بيعتبروه للمقيمين
وفي شيء للي جايين من برا البلد. للمقيمين في تيكتس بتبلش من 40 ريال، يعني عم تحكي 13 دولار تقريبا، وهدول عددهم مش قليل. ايه 40 ريال. امبارح بكندا وبلجيكا قلت لك كنت عم بحضر المباراة، كنا موجودين بهذه الكاتيجوري، وحوالينا كتير ناس من العمال الموجودة بالبلد، يعني جنسيات آسيوية وأفريقية، وهذا شيء ممتاز، يعني انك تتيح لهيدي الناس الموجوده بالبلد ان فرصه انها تيجي تقدر تحضر باسعار كتير افوردبل، وبتصير تطلع بالاسعار. الكاتيجوري 1 يعني اللي هي كاتيجوري 1 هي يعني اعلى كاتيجوري قبل الهوسبيتاليتي، لان الهوسبيتاليتي بيصير سكاي بوكس والاخبار. الكاتيجوري 1 عم تحكي 600 ريال و800 ريال حسب الجيم. 800 ريال يعني بحدود ال 230 دولار 240 دولار، برضه مقبول، اللي هو ايضا جدا مقبول جدا، يعني مقارنة بأسعار بطاقات الشامبيونز ليج أو أحداث عالمية بهذا الوزن السعر عظيم. الأفريج إذا عم تحكي مثلا كاتيجوري 3 اللي هي أنت قاعد بمنطقة لا فوق فوق ولا تحت تحت، عم تحكي بال 200 ريال. 200 ريال يعني أقل، يعني بحدود 80 دولار أو 75 دولار هيك شيء، وكمان بعتقد أفوردبل. يعني عندك شي فكرة عن الهوسبيتاليتي شو أسعارهم هيك بس للحشرية؟ يعني ما عرفت، بس عرفت انه في شيء فيك تاخذ البوكس كامل يعني بسعه 12 شخص، وبيكون معهم لاونج ومعهم سيرفيسز، يعني بوفيه واوبن درينك. بعتقد صار سوفت هلا لانه ما في الكول بالملاهي. ما عندي فكره عن اسعارهم، بس في سايتس للفيفا حاطين انه حاطين اسعارهم، بس هولي على طول يعني بيكونوا غاليين بكل الايفنتات. ايه هولي هو بس هيك للحشرية. اذا ما نحكي شوي بالبطولة نفسها، في ناس بلشوا هيك عبكير، نحن كان هون بقى نقول انه عم نسجل قبل ماتش البرازيل، ففينا نحكي عن كل البقاوة من المنتخبات الكبيرة طبعا الا البرازيل، بس في ناس بلشت عبكير تقول انه هاي بطولة المفاجآت واسيا بوج اوروبا وامريكا اللاتينية. بعد بكير على الحديث برأيك، ولا في مؤشرات انه تحديدا مثل السعودية ما ربحوا بالغلط؟ لا كانوا عم يلعبوا كتير منيح. مظبوط. لا ليك انا اذا بدك رأيي، لا ما فينا نقول بطولة مفاجآت بقدر ما انا اذا بدك يعني خلينا نرصد من هلأ ولا قدام شوي. بعتقد الفوارق بلشت تتقلص بين يعني بعالم كرة القدم. يعني احنا كنا نحكي عن العالم الاول بكرة القدم، يعني بتحكي برازيل، ارجنتين، المانيا، ايطاليا. اليوم ايطاليا مش موجودة، كوستاريكا موجودة بكاس العالم. فبعتقد الفوارق الكبيرة اللي كنا نشوفها قبل بالفترات السابقة بلشت تتقلص. اول شيء بسبب اختلاف كرة القدم، يعني الطريقة اللي عم تلعب فيها اللعبة بلشت تتغير. اليوم الاساليب كلها إذا بدك متاحة قدام يعني أكبر الفرق وأصغر الفرق. يعني أنت اليوم طريقة اللعب اللي لعب فيها إيرفي رينار منتخب السعودي ضد الأرجنتين، في يلعب فيها أي منتخب، يعني كان كرواتيا كان فيها تلعب هيك مثلا ضد المغرب، أو تونس تلعب هيك ضد الدنمارك. يعني أساليب يعني طريقة لعب طريقة اللعب تغيرت بالعالم، وانا برايي المستويات عم تتقارب اكثر واكثر. يعني امبارح اللي شاف ماتش كندا بلجيكا، انا تفاجأت انه كندي كانوا احسن من البلجيك، بس الكندي ما عرفوا يسجلوا يعني وضيعوا اكثر من فرصه، وهذا الفوتبول. وبالتالي مش موضوع مفاجآت بقدر ما انه راح نصير نشوف اكثر لقدام انه الفوارق عم تتقلص اكثر بعالم كره القدم، وهذا شيء كويس. في يعني اكيد مع عولمه اللعبه، يعني بتطلع بالدوريات الاوروبيه كلها من جنسيات العالم كله صار. يعني فهلا كمان في شيء يقال انه المنتخب بشكل عام اصعب ديره كمدرب وتلعب حتى كجزء منه للمنتخب، من الفريق اللي كل يوم بيلعب مع بعضه وبيعرف بعضه. الفرق الكبيره والفرق الصغيره بما انه عندها نفس هالمشكله كمان معقول تقرب المستويات بين بعضها. صحيح، يعني هذه شفناها بأكثر من محل، وبيقول لك انه انك انت الفريق بيكون في تجانس وفي عايشين مع بعض فترات طويله، عم تحكي في لعيبه بتكون صار لها 5-6 سنين. بالمنتخبات لا، انت عم تجي بفترات التجمع. ولكن اللي يعني اذا بدك تطور اللعبه اليوم مثلا على سبيل المثال نحكي عن المنتخب المغربي،
لما المنتخب المغربي فيه 6-7 لعيبة عم تلعب بأوروبا، يعني بطلت إذا بدك بالنسبة للعالم. مثلا المنتخب الياباني عندهم بحدود 5 لعيبة بيلعبوا بالدوري الألماني تحديدا، يعني مش بس بأوروبا. المنتخب الكوري عنده لعيبة عم تلعب بأوروبا، وبالتالي هيدي الفرص اللي عم تاخدها اللعيبة من هيدي الدول عم تخلي هيدي المنتخبات تقدر تعمل بالانس بالمستوى تبعها. طبعا مش عم نقول انه هيدا بيلغي الفوارق، بس طريقة اداء اللعبة صارت عم تخليك تشوف مثل ما كوستاريكا امبارح خسرت 7، البرازيل خسرت 7 من ألمانيا، لأنه الموضوع صار له علاقة مش بس قديش اللعيبة حريفة. يعني إذا بتتذكر بترجع شوي لمونديال مثلا 86 أو 90 أو 82 أو حتى، يعني أنا بدول بحكي هول اللي بلشنا نوع عليهم، كان في نوعية لعيبة بعتقد أعلى من اللي عم نشوفها حاليا. بس ما بعرف، يمكن إذا بتجيب هلأ، إذا بتقلي مثلا منتخب إيطاليا 82، إذا بتلعبوا مع منتخب إيطاليا هلأ عم نحكي فرضيا نحن، بعتقد ما بيهدوا الجميع، مع أنه هوليك الأسماء يعني مش هدول، مش المجموعة الموجودة حاليا، ولكن لأنه طريقة اللعب تغيرت وأسلوب اللعب كله تغير، صار الدفاع ببلش من آخر مهاجم، والهجمة بتبلش من الحارس. يعني هذا ما كنا نشوفه قبل، كان إنه كانت الأدوار منفصلة وكل حدا دوره محدد. هون رح أوصل على هيك حديث اللي عملته مع لوتر ماتيوس لمجرة سوبر وان، اللي اساسا ما رجح بالمانيا تعمل نتيجه مهمه بهذا الكاس العالم. على قليل وقت احكي عن النهائي، هلا توقعوا كمان انه في ارجنتين بالنهائي، تنشوف انت بتتمنى هذا الشيء يمكن، بس تنشوف المسار لوين بده يروح. ليش برايك كان عم بيعطي هذا الانطباع، علما انه المنتخب الالماني كاسامي يمكن عنده مشكله بالدفاع شوي بالاسامي، بس بشكل عام فريق مفروض ما كتير يواجه مشكل مع اليابان؟ هلا شوف، نحن انا بعد ما نشرت الحديث صار في، يعني اذا بدك ما بدي اقول جدل، بس صار في اخذ وعطى مع الشباب اللي بتتابع فوتبول. في ناس بتقول انه هذا الراي اللي قاله لوتر ماتيوس هو تيخفف من الضغط على المنتخب المنتخب الالماني، انه المنتخب مش مطالب بشيء لانه هو خارج الحسابات، علما انه منتخب مثل المانيا على طول هو مطالب، يعني على طول هو مرشح دائم لإحراز اللقب. في ناس بتقول انه لا، انه هو عنده نظرة انه هذا المنتخب قال شغلي هو، لانه اذا بتنتبه بالحديث بيقول انه كاس العالم بيتطلب انك يكون عندك تركيز وحضور ذهني وبدني خلال كل المباريات، لانه مباراة واحدة بتسك بتروح على البيت، يعني لانه سيستم البطولة هيك، بتخلص اول 3 متوشي بالدور الاول لتوصل للفينال باقي لك 4 متوشي، يعني هالقد بده يكون الفوكس عندك عالي، لانه اذا يعني الغلطه التعويضه صار كتير صعب، مش مثل عم تحكي بدوري او ببطوله بسيستم مختلف. فواضح يعني في ناس بتقول انه لا، هو كان قصده انه المنتخب الالماني منه بالجهوزيه الذهنيه والبدنيه، تحديدا عم يحكي عن بعض العناصر بالفريق مثل ما انت قلت جاد، تحديدا بالدفاع. يعني منا السر، كل الناس بتقول لك انه منتخب هذا عنده مشكله بدفاعه، سواء على الاطراف او يعني بالوسط، بين الوسط وبين لعيبه الارتكاز، مش الاسامي اللي كانت موجوده بمنتخب المانيا بالسابق. فعشان هيك هو بيقول انه خلال اللي تابعوا بالتحضيرات اخر فتره، الاجهز واللي عندهم اسامي افضل واللي عندهم حضور اعلى هن امريكا اللاتينيه وتحديدا البرازيل والارجنتين. طيب هون خلينا نروح دغري على الارجنتين، بما انه بعدنا بهيدي الفئه من المنتخبات اللي تعثرت باول مباراه. طيب المانيا مشكلتها صارت كبيره، لانه المانيا هلا عندها اسبانيا، اذا ما بيعملوا نتيجه اسبانيا بصير وضعهم كتير كتير صعب للتاهل. طيب الارجنتين مجموعتهم شوي اسهل، ولكن كان متوقع من سهولة المجموعة أنه السعودية معك، مش لأنه مستوى سيء بالسعودية، بس لأنه مفروض الأرجنتين بعد 35 مباراة من دون خسارة وربح على البرازيل كذا مرة وكذا، مش هون تتعسر. مش بس النتيجة اجت سيئة، والأداء خصوصا بتاني شوط كان سيء للغاية. في كذا طبعا هم مؤامرات صارت تحاك أنه ميسي كمان ما كان انجيجد بالماتش، بغض النظر عن هذا الحديث انا ما كتير بصدقه. شو برايك الاشكاليه كانت، وعندك بقطر شو الاصداء حول المنتخب الارجنتيني خصوصا بعد النتيجه؟ يعني كيف كانك
كبيت شيء وعمل هيك بوم. يعني نحن كنا عم نتابع المباراة بالميديا، ما حدا صدق يعني انه الارجنتيني سجلوا ورجع بلشوا يسجلوا وتلتغى الجوال بالأفصيتات لوقت المنتخب السعودي قدر يعادل ورجع سجل من بعده. واللي احلى من هيك يعني لما سجلوا السعوديين الجول الثاني كان باقي حوالي نص ساعه على تخلص المباراه، فالكل هون كان عم بيقول كل العالم كان عم تقول انه اكيد بيرجع 3-2 و4-2 و5-2 وكذا، صار يقطع الوقت. ومثل ما انت قلت المنتخب السعودي ما ربح بالصدفه، كان عم يعني حتى هو عم بدافع، بل يوم الدفاع له قصور كمان، مش انه العالم واقفه عم بتكب طابه، لا دافعوا بطريقه، ومش بس دافعوا يعني هن المباراه كلها لعبوها بطريقه وصلتهم لهذه النتيجة. أنا في مقال كتبته ونزلت اليوم بالسوبر لهذه الأسباب ربحت السعودية، حطيت أنه السبب الأول هو كان لما ولي العهد السعودي اجتمع مع المنتخب قبل ما يسافر على كأس العالم ليجي على الدوحة قبل بشهر تقريبا، قال لهم بهذا الاجتماع، وكان على فكرة كان عنوان كتير لافت بوقتها، بيقول لهم روحوا استمتعوا للعيبة قدام الجهاز الفني، وكان وزير الشباب والرياضة عندهم حاضر ورئيس اتحاد الفوتبول، قال لهم روحوا استمتعوا. طبعا هذا الحكي إذا بدك شيل العبء الضغط النفسي اللي ممكن يكون تحت منه المنتخب، وطبعا هذا الشيء أدى كمان أن الصحافة السعودية شوية تفك عن المنتخب، لأن الصحافة السعودية الرياضية عم نحكي تحديدا كتير شرسة وكتير قاسية وما بترحم، يعني لأن الجمهور هناك كتير قاسي، كمان الجمهور السعودي مميز بطريقة تشجيعه. هذا الشيء إذا بدك خفف الضغوط عن المنتخب، اليوم أنت السعودية كانت رايحة تلعب مع الأرجنتين، يعني كل العالم بتقلك انه لو خسروا 2-0 3-0 رح تقول لهم للاعيبه يعطيكم العافيه، انت عم تلعب ضد الارجنتين مع ميسي اللي عم يلعب اخر مونديال يمكن، وهالقد هن مرشحين لاحراز اللقب، وبالتالي لو خسروا 3-4 ما حدا رح يقول لهم شيء. لما قالوا روحوا استمتعوا وخفف عنهم الضغط، يعني اختلف الوضع عن مونديال روسيا اذا بدك فوقاني تحتاني، مونديال روسيا كانوا عم يلعبوا الافتتاح ضد روسيا اكلوا 5 لانه هالقد كانوا مضغوطين ومزروكين اللعيبه، بعتقد خطوه كانت كتير ذكيه انك تقول لهم روحوا تسلوا. هذا الشيء خلى ايرفير نار انه منه مضطر يقدر يلعب بطريقه دفاعيه مسكر وينطر الجول، يعني لا قال لك بلعب بدفاع متقدم، لا طبق عليهم خطه اوفسايد، طبعا بدا انضباط تكتيكي عالي كتير، يعني اللي بيعرف الفوتبول انه مسحه صغيره او غلطه صغيره او لعيب يشرد شوي انكسر الأوفسايد. هود الثلاث جوال اللي التغوا كانوا نتيجة 5-6. في واحد من هود الثلاث جوال بتصور ما كان لازم ينلغى، يعني في واحد من هود الثلاث كان تبع ميسي بعتقد، منه يعني ما مش كتير واضح الأوفسايد فيه، غريب مع انه في فار يعني، بس ما بعتقد انا يعني انا ماني ميال لنظريات المؤامرة بهيك نوعية من المباريات. لا لا بتصير اصلا بتصير بغير متوشي يعني صح. امبارح الكندية عم بيطالبوا باثنين بنالتي غير اللي اخذوها، يعني هلا ما بعرف قديش دقيقين يعني. فالمنتخب الارجنتيني على الاكيد خسارته هون كانت صاعقه، وربح السعوديه اذا بدك جاد ولع الاجواء هون، يعني كانت لوقت هذه المباراه بعدها هيك يعني مثل ما اهميه كثير الاجواء، خاصه انه المنتخب القطري خسر بالافتتاح، ومش بس خسر يعني قدم مستوى اداؤه كان سيء جدا، يعني اللي بيتابع المنتخب القطري وبيعرف لما ربح آسيا ومن بعد منه لما شارك بكوبا أمريكا وهيك بيعرف انه من افضل المنتخبات بآسيا اخر فترة وبيلعب فوتبول كتير حلو. الخيبة بالمباراة الافتتاحية ما كانت النتيجة، كانت ال 35 دقيقة اول 35 دقيقة ما مبينين الشباب، يعني ما لعبوا باصين مزبوطين، فهذه اللي عملت خيبة. فوز السعودية رجع ولع الاجواء بشكل يعني بعد منه، يعني طلعنا من المركز الإعلامي تشوف السيارات عم تبرم بالشوارع والاحتفالات، وبعضهم هلأ السعوديين عم يبرموا في الشوارع. بالنسبة للأرجنتين هلأ برا بتلاقيهم اللي حاملين الإعلام وبعضهم بيقولوا لك ميسي وين وكسرنا عين. هلأ أساساً بالتقارير الصحفية إنه أكبر مفاجأة بتاريخ كؤوس العالم، يعني هالنتيجة تحديداً الارجنتين من بعد هذا كنا عم نتابع نحن وياه تقرير هون من احدى الدول الاوروبيه بيقول انه في ناس عملت ثروات بهذا الماتش من خلال المراهنات، يعني هلا بس ما عندي تفاصيل عن الموضوع. بالنسبه لمنتخب الارجنتين بعد هالمباراه، هل الاجواء حواليه انهزاميه ولا انه
بتصير مع انه النتيجة كبيرة يعني، لكن ما حدا متوقع انه هيدي الستريك اللي عاملينها 35 مباراة تنتهي هون. كنا الصبح كنا عم نحكي مع صحفيين ارجنتينيين موجودين هون وتابعوا التمرين طبعا امبارح، امبارح تمرين المنتخب الارجنتيني المدرب قصد انه يعملوا على بكير، يعني هن عادة كان عم يتمرنوا بالفترة المسائية، امبارح مرنوا الساعة 12 الظهر. هلا في ناس بتقول انه عقابا لهم، في ناس بتقول انه لا تيتعودوا على هذه الظروف المناخيه اللي شوي مغايره. كلهم بيقولوا انه لا ما في اجواء انهزاميه، بالعكس يعني الجو تماما مثل ما قال دي ماريا بتصريحه انه عندنا ماتشين كيس بالماتشين الجايين، انه ما عندنا حلول غير ان نربحهم. هلا ما بعرف هذا الشيء اذا ايجابي، لانه انت لما تفوت مضغوط على المباراه وحاسس حالك هالقد مطالب، يمكن هذا الشيء بيخليك تتسرع ببعض المحلات وبالتالي بتكون نتيجته مغايره للهدف طبعا. بس ليك انا صراحه يعني بس أنا على الورقه والقلم مفروض الارجنتين عندها لعيبه خبره على اكيد، بس انا بقول لك شغلي، انا بشجع الارجنتين من زمان وبحب اشوف الارجنتين عم تربح هذه البطوله، وبحب اشوف ميسي عم يرفع هذا الكاس اللي هو الوحيد اللي بعد ما قدر يحققه، كوبا امريكا قدر يحققها من فتره. بس انبسطت للمنتخب السعودي فعلا، لانه انت على طول بالفوتبول بتكون ميال للفريق الاضعف او اللي بتحسه الطرف اللي اقل فيها للمباراه، ولكن عندي احساس انه المنتخب الارجنتيني بيقدر يعوض بالماتشين الجايين، وهذا رح يخلي المجموعة إذا بدك كتير حماسية أجواء، يعني تنطر المباريات الجاية بدك تنطرها كلها، لأنه النتائج كلها صارت مترابطة ببعضها، خاصة في منتخبين عندهم نقطة بنقطة بالنص، وبالتالي الحسابات رح تكون كتير دقيقة فيها. طيب رح نحكي هلأ عن خمس منتخبات هيك نمر عليهم سريعا. بلش بفرنسا، عملوا أداء كتير منيح ونتيجة جيدة جدا، بس كملت الإصابات معهم لداخل المونديال، يعني تيو هرنانديز راح ACL يعني راح كل السنة، كان سبقه طبعا بنزيما وسبقه كانتي وبوجبا وعدد من اللاعبين. هل لأنه فريق عادة كان قال عن فرنسا أنه ديب البنش تبعه قادر يفوت هو ويلعب يعني ويكون منافس على القليل، هل الهايب حواليهم قل لأنه كانوا من المنتخبات اللي كتير مرجحة أيضا تنافس على اللقب؟ لكن لعبوا مباراة ضد أستراليا كتير كبيرة، هلأ يمكن تقل الفرق مع أستراليا بقول لك أوكي، بس على الرغم من الإصابات الفريق بتحسه حاضر وعم يلعب فوتبول كتير حلو وقادر يعوض أوفران من الإصابات، يعني ما ذكرني قادر يعوض الإصابات اللي عنده لحد الآن. هلأ ما بعرف لقدامي شوي إذا بتكفي هيك الأمور بقول لك بنكفي باللي بقي والله صعب بس إنه لهلأ يعني على الأقل ما بتحس في عندهم ثغرات، يعني بالهجوم بعضهم عندك مبابي، عندك جريزمان، عندك جيرو، جيب جولين يعني هلأ متصدر مع المتصدرين، بخط النص عندك حلول، رابيو، عندك تشواميني، عندك كامافينجا، عندك أول الشباب، بخط الدفاع في لعيبة جيدين، يعني بعتقد الفريق على الرغم من الإصابات قادر يكون من الفرق الأصعب بالمونديال بعد تقريبا ما شفنا كل منتخبات بالجولة الأولى. هلأ بالجولة الأولى في منتخب إنجلترا كالعادة بتزيد الحماسة دغري و it's coming home، يعني صارت بأوروبا وصارت بآخر كأس العالم، عم بيعملوا عادة منتخب إنجلترا نتائج ولكن بفوتبول سلبي شوي، دفاع وست بيسز وكورنر وبنالتي، بس بيوصلوا، وصلوا نص نهائي، وصلوا نهائي هالمرة شوي الفريق وكأنه مجهز ما يكون هالقد سلبي، بس يمكن بعد بكير بلا شك انه بعد بكير، بس انا شفت شغلة جاد بالمباراة ضد ايران. اول شيء المنتخب الايراني مش كان مفترض يكون خصم سهل، هلا ما بعرف ليش هيك بهالمباراة كان الوضع، بس عادة المنتخب الايراني عودنا انه باول مباريات باول منافسات بيكون حاضر وبدنيا الجماعة قاسين وبيلعبوا فوتبول طف يعني وفريق متماسك. بس انا عندي رأي
انه اقامه الورد كاب بهيدي الفتره من السنه والبطولات هي شغال، يعني انت هلا بالبيك تبع البطولات رح يكون له انعكاس كبير على الفرق اللي عندها دوريات قويه، ومنها اذا بدك ابرزها هو المنتخب الانجليزي. اللعيبه اذا بتلاحظ اجوا قبل حوالي 10 ايام او اقل شوي، يعني خلصوا مرحله بالبريمير ليج واجوا لهون، فبتحس اللعيبه اذا شفت الماتش مع ايران عم بنط يا زلمه، يعني بالدفاع بالوسط بالهجوم، فريق كل ما هدي 90 دقيقه بالطول وبالعرض مسيطرين على المباراه. وبعتقد هيدي من ايجابيات انه هن جايين كل اللعيبه حاضرين، يعني من البريمير ليج، لانه اغلبهم بيلعبوا بالدوري الانجليزي. وبعتقد المنتخب الانجليزي رح يكون هو ابرز المستفيدين من اقامه الورد كاب بهذه الفتره من السنه. هلا كيف تخلص الامور مع ساوث جيت ما حدا بيعرف، يعني كيف راحت منه هذيك المره بطوله اوروبا، وقبلها كمان بطولة، كيف يعني بالأمطار الأخيرة بتحسه ما بعرف إذا يعني هي هل هي قصة إدارة للمباريات أو هو الحظ عم بيعانده ما بعرف. بس أنا هلأ شايف المنتخب الإنجليزي من أبرز المنتخبات المرشح إذا بدك تحكي على بعد اللي شفناه، مش كأسماء المنتخب ما ناقصه شيء يروح كتير بعيد لا. وحتى عم تحكي إنه الدوري صعب وما عم بيضطروا لآخر السنة بعد دوري صعب، ولكن أيضا بإنجلترا في عندهم الكارلينج كاب والأف أي كاب والدوري، وعادة طبعا الفرق اللي بتكون هي بترفض المنتخب بأكتر لعيبة عندهم يا تشامبيونز ليج يا أوروبا ليج، فعادة كانوا يشكوا كتير من أنه بالصيفية بيكونوا انتهوا اللعيبة، هالمرة ما فيها الحجة. انت جاي هلا قبل فتره البوكسينج دايز بكم يوم يعني عمليا، فمفترض اللعيبه هن بالبيك تبع العطاء طبعا، وهذا يمكن يكون لمصلحه المنتخب. هون رح ننقل على الفريق يمكن اللي محقق افضل نتيجه حتى هلا، اسبانيا، اللي انا برايي يعني انا مع ايطاليا ونشكر ربنا ربحنا كاس اوروبا اخر مره. الماتش الوحيد اللي أنا كنت حس إنه إيطاليا أكيد ما كانت تستاهل تربحه هو نص نهائي بوج إسبانيا، صمدوا وببنالتيز وكذا قدروا ينتقلوا، بس المنتخب الإسباني هيك عم بيعاند إنه يقشط، ما بيقشط يعني عم بفل لعيبة بفل جيل وبيجي جيل بعد فيه هيك منظومة. ما كان كتير أنا عم بسمع على القليلة بالأوساط الصحفية يعني ارتقاب انه هي مرجحة تربح اللقب، ما بعرف بعد اول مباراة اذا واحد فيه يتسرع، بس يمكن من افضل الاداء اللي شفناه. انت قلت شغلة كتير مهمة جاد، انه المنتخب بتحسه عم يقشط بس عم يرجع يجلس حاله لانه في لعيبة عم بتفل. هذا بعلم الفوتبول بسموها فترة الاحلال، فترة الاحلال اللي هي بتجي بين منتخبين بين جيلين، يعني في جيل عم ينتهي مثل منتخب المانيا مثلا بال98 شفنا منتخب لما خسروا من كرواتيا 3-0 وطلعوا برا، رجعوا بال2002 كانوا بالفينال، بعدين رجعوا شوي جلسوا رجعوا جابوا كاس العالم. هيدي الفترة أنت اليوم عم بتشوف المنتخب الإسباني اللي كان فيه راموس، بيكي، نيستا، تشافي، الفريق الذهبي اللي ربح كاس العالم وربح بطولة أمم أوروبا، باقي منه هلا يمكن لعيب أو لاعبين، وبالتالي كلها أسماء جديدة فاتت محل الأسامي اللي كانت موجودة. وعلى الرغم من هذا الشيء عادة فترة الإحلال بالمنتخبات المنتخبات تعمل فيها دروب، بتعمل هبوط بالمستوى. المنتخب الإسباني حافظ على أداء محترم ولبل كان عم بينافس، وأنا بعتقد هذا الشيء بيرجع لوجود مدرب مثل لويس إنريكي. أول شيء عنده خبرة بالشيء اللي عم يعملوه، ثانيا يعني المجموعة إن كان السابقة أو اللي عم تجي عم يقدر يوظف اللعيبة بالسيستم بشكل صحيح. عشان هيك شفنا مبارح، يعني أنا مبارح مثلا الإشي اللي بوقف عندها أن المنتخب صحيح سجل 7 جوال بس 6 لعيبة بسجلينهم، هذا شيء كتير إيجابي لأنه بالفترة السابقة كان عنده مشكلة بالتسجيل للجماعة، ما كانوا عم بيهدفوا يعني اوكي مسيطر مثل ما حكيت باوروبا بالماتش مع ايطاليا. لا هلا شفنا الفريق كله عم بيسجل، ومن اذا بدك يعني من لعب متنوع مش من نفس الطريقه بالاسلوب، وهذا بيخلي المنتخب الاسباني هالمره كمان مرشح جدي. هلا اللي مفاجئ باسبانيا اذا بيكملوا هيك، لان هذا كان انا خشيتي من اسبانيا انه في فريق هيك متكامل بس ما عنده هدافين واضحين، يعني حتى موراتا ما كتير بيوحي لك بالسقة عادة، أسنسيو أدواره مع ريال مدريد كانت عم تتراجع،
بوسكيتس في كتير ناس بتقول عنه انه انتهى وليش في اصرار على اشراكه اساسي ايضا، بس الكل قدم اداء، فاذا كملوا هيك الخبره اللي عنده بوسكيتس انا برايي ما بتلاقيها ولا لاعب ارتكاز اليوم موجود بالعالم. يعني هو بيعتقد اخر اللاعبين اللي قادر يلعب هذه الادوار دفاعيا وهجوميا وبالربط بين اسينسيو اخر فتره ما ملاقي حاله مع الريال، مش اسينسيو اللي كان قبل 3 4 سنين بعد الاصابه يعني. صح. بعتقد امبارح قدم حاله بصوره جيده، خاصه انه المركز اللي لعب فيه اذا بدك اللي هو سترايكر الوهمي يعني الرقم 9 بس اللي عم يقدر يطلع برات الكاريه بيرجع يفوت على الكاريه. هذا وهذا اللي قلت لك يعني هذا اللي قدر يعمله المدرب من خلال تنويع اللعب. موراتا مشكلته انه ما بيوحي بالثقه لانه ما في عنده ستابيليتي بالمستوى، يعني في مرات بتحسه يمكن هو اهم هداف بالعالم، في مرات بيعمل اشياء حمقاء لدرجه بتقول انه هذا كيف عم يلعب فوتبول. بس التوليفه كلها سوا على بعضها بعتقد عامل منتخب محترم يعني. تماما. هلا في اغلب هالمنتخبات كان ينحكى بتذكر بالتسعينات انه من الكبار بين مزدوجين في كان فرنسا اسبانيا وهولندا ما ربحوا كاس العالم. فرنسا ربحت وصاروا مرتين، اسبانيا ربحت، في هولندا اللي كمان في ناس ترتقب لهم كان وضع جيد على اعتبار هيك تحليل انه اللي بيرجح يربح كأس العالم غالبا هو اللي قادر يدبر حاله هجوميا عشرت يكون كتير منيح دفاعيا. فعجوا بهيدي النفسية بين فان دايك وديليكت وديفراي وعندهم مجموعة من اللاعبين، بس اول مباراة ابدا ما كانوا مطمئنين على الرغم انه ربحوا. تماما. اذا بتشوف المنتخبات او اذا بدك الفرق الهولندية اللي قطعت قبل كان عم نحكي 2014 لما عملوا ثالث او 2010 كان في منتخبات حرام 2010 لعبوا فينال ضد اسبانيا خسروا 1-0 و2014 عملوا ثالث. هيدي الفترة كان المنتخب الهولندي يعني من الاجمل بالعالم، عم يلعب فوتبول كتير حلو، في نجوم، في تنوع باللعب، وما قدر يحقق شيء. هذا المنتخب هالمرة مثل ما انت قلت قدم مباراة اقل من عادية، بس قدر باخر 5-6 دقائق يجيب المباراة. وبكاس العالم او ان هذا النوع من البطولات كتير مهم هذا الشيء، انك تقدر تخلص حالك تجيب النقاط لما بدك نقاط، مثل لما مثلا لما عم نحكي بفترات سابقة تحديدا بال86 وحتى بال90 في مباريات خلصها الارجنتين مع البرازيل، كانت الماتش كله للبرازيل باخر المباراة بتذكر بالثمانينات يعني باس من مارادونا لكانيجيا 1-0 خلصت مباراة. يعني هذه عملت صدمة عند العالم، المباراة كانت كلها لميلي واحدة. السنغال الهولندية عملوا تقريبا ما بدي أقول نفس السيناريو، بس إنه المباراة كانت إذا بدك مملة، قدر بالآخر يجيب 3 نقاط وهذا المطلوب. يعني مثلا دنمارك ما قدرت تعملها مع المغرب أو العكس، باردون مع تونس، او كرواتيا ما قدرت تعملها مع المغرب او المغرب ما قدرت تعملها هن عملوا هذا الشيء انه بالوقت المطلوب قدرت تخلص المباراة جايبة 3 نقاط تصدرت المجموعة. ما حدا بيسأل بقى عن الاداء بتقول لي 5 عرضات و6 كورنرات باخر نهار بهم النتيجة بهيك نوع من المسابقات. صح. طيب يبقى في البرازيل بعد ما لعبوا اليوم مباراتهم، اليوم في عندك قبل البرازيل احوالهم كتير متفائله، قبل البرازيل عندك البرتغال كمان رح نحكي هلا تنحكي على رونالدو كمان لانه وضعه يمكن يقعد على البنش كم ماتش مثل ما قال المدرب، لازم يكون جاهز ليتقبل هيك قرار يعني باخر النهار منه صغير. اوكي بدك تكون موجود وحابب ترفع الكاس، بدك تساعد، بدك تساعد انك تعطيه للمدرب المجال انه هو يشتغل، يعني ما فيك تكون عم تشتغل عنه. المجموعة حلوة، مجموعة البرتغال كتير حلوة، بانتظار نشوف شو رح يعملوا اليوم لانه اذا ما قدروا يربحوا المجموعة رح تصير كتير معقدة. البرازيل بس على الورقة والقلم البرتغال منتخب قوي، والالمان كان هيك عم نقال، والارجنتيني يعني ما بتعرف يعني بانتظار المباريات اليوم اورجواي، لانه مثلا رونالدو عم نحكي عن رونالدو بحالته تحديدا لا شك اول شيء هلا ان شاء الله يتقبل مع يونايتد، ما كتير كان عم يتقبل بسهوله، بس يمكن هلا في كاس عالم بالدق والمنتخب له غير وضعيه، بس بالبوزيشن تبعه في رافائيل لياو عم بيكون يمكن من افضل لعيبه بالعالم، فمش هين تقعد واحد منهم على البنش.
ليك بعتقد لانه ليك منه يعني رونالدو لعيب ذكي يعني، وشفناه لما ربحت البرتغال بطوله امم اوروبا بمحلات كان حاسم، كان ديسيزيف على ارض الملعب وسجل، بمحلات قدر يترك مجال لحتى المنتخب يكون عم يشتغل، بل بالعكس كان عم بيساعد حتى المنتخب يحقق المطلوب منه. بانتظار مباراة اليوم رح نشوف إذا رح يبلش أساسي ما رح يبلش أساسي، كيف رح يكون دوره. ما بتعرف يمكن المدرب بيقدر يلعب ب يعني 3-1 يعني، يعني إذا لعب مثلا 4-1 3-1 مثلا بيكون عم يلعب بمهاجم وورا 3 لعيبة، أو إذا بدك مهاجمين ووراهم 2 على الأطراف. بانتظار انت نشوف المباراة لحتى تقدر تكون صورة عن الموضوع، ولكن بعتقد حتى يعني باستثناء يعني او مش باستثناء، شيل كريستيانو رونالدو على جنب، البرتغال مفترض يكون منتخب جيد وحاضر للمنافسة. الاجواء التفاؤلية كتير حول البرازيل بتلاقيها مبالغ فيها شوي، لانه المنتخب جيد وعلى الورقة والقلم جيد، بس قطع منتخبات افضل من المنتخب للبرازيل، وما كان هالقد في حواليه انه اكيد البرازيل مرجحه. هي دائما مرجحه البرازيل، خلقه يعني بتخلق مرجحه، بس الفريقك في ما بعرف كيك صراحه، غير ال 31 منتخب اللي مشاركين، هو المنتخب الوحيد اللي ما قادر يكون هيك عندي تصور واضح اذا هل هو منتخب جاهز او لا ما انه جاهز، هو البرازيل، لانه مثل ما انت قلت هو على طول مرشح، الجو على طول حواليه انه هذا البرازيل بكاس، يعني بهيدي اللعبه البرازيل عم تحكي. كمنتخب اكيد قطع منتخبات افضل منه وما قدر يتحقق شيء. هل بيقدر يحقق؟ شو راح يعمل؟ كيف راح يكون ظهوره؟ ما بعرف. المنتخب الصربي منه هين، بيلعب فوتبول صعب، راح تكون اختبار حقيقي للمنتخب البرازيلي. بعتقد كمان المنتخب البرازيلي عنده شوية معاناة بموضوع الدفاع، بيشبه شوي اللي عم يعاني المنتخب الألماني، إن كان على ميلة الشمال كان بالوسط، ما بعرف كيف بده تصير يعني. بس منتخب البرازيلي حتى داني ألفيس على اليمين مخاطرة، على أكيد يعني. عمل لك يعني خط الدفاع كله في عنده في علامات استفهام، حتى ما بعرف يعني. هلا في ناس بتقلك رح يلعب ماركينيوس وادير ميليتاو، في ناس بتقلك لا انه ادير ميليتاو او ماركينيوس، حد منهم تياغو سيلفا او اللي بيلعب مع باريس سان جيرمان هلا بذكر لك. فبكل الحالات المنتخب الفرنسي عنده المنتخب البرازيلي يعني هو مرجح دائم، ولكن تنشوف يعني على الورقة والقلم تختلف الحسابات على أرض الواقع. صحيح. طيب هيك سؤال تنختم في قصة المنتخبات، هيك بالمطلق إذا نحكي عن الفاينل فور، عن السيمي فاينلز، مين أكتر 4 منتخبات بتحس نتيجة تركيبة المنتخب وما بدأ من أول مباراة بعد بكير في هايب حواليهم بالأجواء الصحفية والأجواء الكروية تحديدا المحيطة بكأس العالم؟ المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإسباني، المنتخب البرازيلي، والأرجنتين لازم تكون يعني. كرمالك انت ولا على فكره اذا بتشوف يعني هون على عاطفية بالمناطق الفان زونز وبمحيط الهدا وحتى بالملاعب اكبر جمهور تقريبا، انا يعني ما بعرف على الارقام، اكيد في ارقام بتقول مين اكبر جمهور اجى من وين، بس اللي شايفينه انه في جمهور ارجنتيني كثيف للغايه يعني، مطرح ما بتروح بتلاقي في ارجنتينيه موجودين، مش انه مش منه مشجعين ارجنتين مثلا جايين من الكويت او تركيا، هدول موجودين، بس في ناس جايين من الارجنتين كميات كبيره، واللي شفته اذا بدك بالمرتبه الثانيه وراهم هن المكسيكي بشكل مخيف يعني، كيف بتبرم بتشوف النسر اللي لاقط الحي بلسانه بتمه. فالأجواء يعني إذا عم تسألني إذا بالنسبة للأرجنتين، كل الأجواء هون بتقلك إنه في تعاطف كتير كبير مع الأرجنتين وتحديدا مع ليونيل ميسي إنه يقدر يرفع هذا الكاس. على كل في منتخبات منافسة كانت عم بتقول إنه ما عنده مشكل تشوف ميسي عم يربح البطولة يعني. هلا أنا يعني واحد بشجع إيطاليا مريح راسه بهالمونديال،
انا متعاطف شوي مع ميسي، بعده ادائه منيح، مش انه كبر، بعده عم بتكرمه بدكتوراه فخريه، لا ادائه عم بيكون كثير منيح. حتى في ناس بلشت تحكي هلا انه بكفي هيك السنه البالون دور هو مرجح لا يربحها، فنتمنى له الخير. بس انه طولت راحه البال مع التليان، يعني انه ثاني مره ورا بعض. هلا اوكي المونديال الجاي 48 منتخب، يعني كمان رحنا اليورو خلص بنريح، بس انه طولت. هلا هذا راح ياخذني على السؤال اللي بسألك اياه هلا، بما نحكي سؤال واحد هيك شوي عن لبنان. الدورة المقبلة بأمريكا راح يرتفع عدد المنتخبات إذا ماني غلطان من 32 ل 48. طيب بهيدي الحالة في رأيين، أول رأي بيقول إنه بتشيل الظلم عن بعض المنتخبات لأسباب عدم تأهلهم، يعني مثلا مثل إيطاليا ما عملوا أفضل تأهيلات بس انه تعادلوا مباراة وخسروا مباراة طلعوا برا، بينما كوستاريكا فيها تتأهل على كاس العالم، وطبعا القيمة المضافة تبع هيك منتخب لكاس العالم اكتر من كوستاريكا، عم انه كل دولة بحق لها تنافس ويكون عندها حظوظة. بس من تاني ميلي في ناس بتقول انه راح تزيد المنتخبات اللي غير منافسة بهيك فورما، ف برأيك هذا شيء منيح ولا عاطل؟ خلينا نقول أول شيء السبب عند الفيفا هو مش رفع الظلم، هو رفع العائدات المادية، يعني هذا موضوع مختلف تماما. طبعا يعني بدنا نزيد عدد المباريات وبالتالي بزيد الكونتريبيوشن تبع المعلنين، بتزيد عدد النقل التلفزيوني، وبالتالي بتزيد الأرقام، يعني المداخيل تبعيته بتزيد بحدود 60-70%، مش هادي حساباته. بس أنا عندي وجهة نظر، كان لأنه تحديدا اللي أنت عم تقوله جاد أنا بوافق عليه كتير. أنا كنت أقول إنه سيستم التأهل لكأس العالم ممكن لازم يصير فيه له تعديل، وأنا كنت عم بقترح يعني بكذا مرة كنا عم نناقش فيها إنه لازم المنتخبات، لأنه اليوم خلينا نحكي صراحة، أوكي قلنا إنه الفجوة عم تتقلص، ولكن بعضه في عندك برازيل، أرجنتين، أوروغواي، وفي بمحل يعني عم نحكي أمريكا الجنوبية، وفي عندك أوروبا اللي هن معروفين مين هن. أنا كنت بقترح إنه المنتخبات اللي كانت بأوروبا او بامريكا الجنوبيه اللي ما عم تتاهل ديركت تروح تلعب بلاي اوف مع هاي المنتخبات اللي جاي من عنا، او من اذا بدك من اوكيانيا، او جاي من امريكا الوسطى، او من افريقيا، او اليوم مثلا منتخب مثل الجزائر حرام ما يكون موجود بهذا الورد كاب، ورياض محرز والمجموعه الحلوه. طيب مصر مثل منتخب ايطاليا، خي منتخب نحن رحنا حضرنا بلاي اوف قبل، يعني لانه انت بتعرف اسيا الى اربع مقاعد ونص، يعني في محل الخامس بيروح بيلعب بلاي اوف مع اللي جاي من الكونن بول هالمره، هي كل مره بتتغير. رحنا حضرنا ماتش بيرو استراليا، يعني شو بدي اقول لك 90 دقيقه ما شفنا، يعني اثنيناتهم ناطرين البنالتيات. طب البلاي اوف هذا ما كانت تكون بين هودي اثنين، كانت ايطاليا وتركيا تروح تلعب بلاي اوف مع، يعني هودي المنتخبين يروحوا يلعبوا بلاي اوف مع الاوروبيين اللي ما تاهلوا. خي عملها اثنين من ثلاثة، عملها ماتشين ذهاب اياب، عمل اللي بدك اياه. بس هون اول شيء بترجع بتعطي الفرصة لهذه المنتخبات اللي هي ايطاليا، انه في ماتش اللي خلص تعادل كان لازم تربح فيه، واللي كانت تربح فيه 6-7 خلص تعادل، صارت برا الورد كاب، علما انه عملت بالتصفيات كانت مقلعة، عملي نتائج كتير جيدة، وبالتالي عمال بلاي اوف بين هذه المنتخبات صحيح. وبين المنتخبات اللي انت مرشحها ان كان من اسيا ولا من افريقيا ولا من اوقيانيا ولا من امريكا الوسطى، وبالتالي هون بتضلك عم تعطي حظوظ لهذه المنتخبات. ما عمل لك ماتش واحد، عملها ذهاب اياب، عملها ثلاث متوشي، يعني هون عم بعطيك حلول انك تقدر تعمل تماما تسويق اكثر، وبالتالي بتضلك فاتح الويندو. يعني انت ليش اليوم بتقلي انه خلص سكرت مقاعد اوروبا هالقد عددها، وبدي اذا انت عم تحكي اليوم مستوى فوتبول ما بقى فيك تضلك، يعني هون صار التقسيم اذا بدك شوي عنصر الريسست، انه لا انه انت اخذت حصه اوروبا هيدي حصه اسيا بغض النظر عن المستوى، يعني الخامس اللي جاي من اسيا او الاول اللي جاي من اسيا انه هيدا حصته موجوده. اوكي هيدي بفهم، يعني هون صرنا عم نحكي على طريقه الكوتا، بس يمكن هي بترجع تمام، بس هي يمكن بترجع على اللي انت قلته بالبدايه انه الفيفا همه يوسع الريتش كمان تبع اللعبه، بهمه منتخبات تجيب جمهور من دولها أكتر على كأس العالم، ما نحصرها بمنطقة جغرافية. أكيد اللي فكر يروح يجيب أستراليا ضمها لآسيا من كان بالفوتبول ولا بالباسكت بعدين، ما هم يعني مش عم يطلع على الجانب الفني قدر ما عم يطلع أن أستراليا شو فيها معلنين وشو فيها جمهور وشو فيها بوتنشل مصاري، يعني هذا اللي كان عم يفكروا فيه. بالنسبة للبنان إذا عم تسألني، أنا من مبدأ 8 هلأ واصل لك من مبدأ 48 مباراة، يعني
نختم بسؤال عن لبنان. هل بتلاقي انه زيادة الحظوظ لكل العالم مفروض تزيد الحظوظ لكل العالم، ولكن لبنان اللي يمكن ما بعرف من شي صاروا 10 سنين 6 سنين لعب مباراة مع قطر وخسرها 1-0 وطلع فيه ناس بايع على الماتش بس كنا منافسين، خلينا نقول 2013 9 سنين لقدام، تسعة سنين لقدام قطر طبعا تأهلت لأنه هي مستضيفة، ولكن حطت أموال، حطت انفستمنت، صاروا منافسين على صعيد آسيا، ربحوا بطولة آسيا. لبنان بالفوتبول هل ممكن يتحدى الطبيعة الواقعية بالبلد ويعمل مثل الباسكت ليصير يقدر ينافس يرجع على شيء بيوصله على كاس العالم؟ اما الفوتبول لعبة مكلفة اكتر من الباسكت بتصير اصعب. شوف بدي لك شغلة، هذا المنطق كان ينقال من قبل انه بالباسكت بول لانه الامكانيات اقل والكوست اقل عم نقدر نحقق نتائج، وقت انه بالفوتبول ما عم نحقق شيء. يعني طب اوكي في كوست اعلى بس انه على قليل يحقق شيء بسيط له، خي انه اذا هوليك عم تأهلوا على كاس العالم عمال انت نتيجة بمحلات تاني. اليوم اذا بتراجع نتائج المنتخبات كلها عم تحكي شباب ناشئين اندر 16 اندر 8 كلها راحت لعبت برا هلا باسيا وبغرب اسيا، تبهدلت ورجعت. يعني اللي باكل 9 واللي اكل 6 من يومين منتخب، يعني الاردن كانت عم تلعب مع اسبانيا وديا، هلا اجت الارجنتين لعبت مع بالمنطقه، كل المنتخبات اللي حوالينا اللي بتشبهنا عمان كانت عم تلعب. نحن رحنا لعبنا مع الكويت واكلنا 2-0، يعني كمان حتى الجمهور الكويتي كان زعلان انه خي كيف الامارات عم تلعب مع المنتخبات وتونس عم تلعب، كانت هذيك المره مع البرازيل والاسبان عم يلعبوا مع الاردن وانتم رايحين تلعبوا مع لبنان. يعني كمان نحن صرنا هون شكلنا مش كتير حلو بالفوتبول، صارت سيئه اللي لعب معنا، رايحين تلعبوا مع لبنان بهذا فيك تراجع. يعني فوت شوف الصحافه الكويتيه ايش كانت عم تحكي، وبرضه خسرنا 2-0. اللي بدي اقول لك اياه نحن بهيدي التصفيات لعب معنا الحظ بطريقة أو بأخرى وتأهلنا على الدور الثاني. بلشنا التصفيات كنا كان ماشي حالنا، يعني اجينا المباريات اللي هن على أرضنا خسرناهم كلهم، خلصنا المجموعة طوش بالمركز الأخير. في شيء إذا بدك أنا برأيي لأنه أساس اللعبة بالبلد ماشي بشكل غلط، مستحيل تقدر تحقق أي نتيجة بظل هاي المنظومة أو هاي الطريقة من إدارة اللعبة. اليوم الورد كاب الجاي بأمريكا، وين الغلط؟ بالستة حلك وين جايين انت على وورد كاب الكاس العالم الجاي بأمريكا وكندا والمكسيك؟ ما بعتقد في دولة بالعالم عندها جاليات بهيد الدول قد لبنان، ان كان بالمكسيك او بكندا او بأمريكا. طيب انت الكوتر عدد المنتخبات رح ينرفع من 32 ل 48 منتخب، يعني انت عم تحكي بزيادة 16 منتخب. حصة اسيا رح تدوبل، رح تحكي ست، يعني عم تحكي 7 و8 منتخبات. طيب اليوم باسيا معروفين الهوامير اذا بدك تسميهم الكبار باسيا، هني 5: يابان وكوريا، سعودية وايران واستراليا. بعد هدول على طول هن اللي عم يتأهلوا كل مرة، في حدا بيجي بينافس وبيرجع بفل. يعني في مرة الأردن تنافس، مرة عمان، مرة البحرين. طيب شلي هودي الخمسة على جنب، في 3 أو 4 منتخبات من آسيا رح يتأهلوا، الباقيين كلنا 3 أو 4 نفس المستوى. يعني نحن وسوريا والأردن والكويت وعمان وبحرين وفلسطين ويمن مستوانا متقارب إلى حد ما عم نحكي بمنطقة غرب آسيا. هودي 3 منتخب، عندك 3 بطاقات. طيب انت اذا بتعمل اعداد جيد من هلا، يعني من هلا بدك تبلش تشتغل لل 26، ما تيجي اخر سنة من التصفيات بال 25 او باخر 24 تقول لي جبت مدرب وعم جمع، لا ترجع تجيب نفس النتيجة اللي عم تعملها من 90، ما راح يتغير شيء عليك. بس اذا انت تيجي من اليوم بتحط بلان، بتجي تطلع على هيدي الدول الثلاثة بتشوف شو في لعيبة من اصل لبناني موجودة هونيك، وفي كتير واليوم صار سكاوتس اللي عم بيجيبوا للبنان يجوا يقولوا له بهذا بالمكسيك في هذا الصبي وبكندا في هذا الصبي وفي ناس اجت للاسف وشافت تجربه سيئه جدا، ويعني قالت ان عادت تعود، انه خلص انه مثل ما صار مع كثير لعيبه بدون ما افوت بتفاصيل. اليوم اذا ما غيرت العقليه وتغيرت طريقه الشغل او جادت على القليل ملعب، انت بلبنان ما في ملعب فوتبول أرضه طبيعية تيجي تقدر تعمل عليها تحضير للمنتخب. طب كيف بدك تفكر تنافس أو تفكر توصل على كأس العالم؟ اليوم إذا بيجي
قيادي لهذه اللعبة عندها فيجن تقول أنا بدي أوصل على كأس العالم، ترصد له مليون مليونين ثلاثة مليون بينجابوا بيتأمنوا. وانتبه انت اذا رحت طلعت تأهلت على كأس العالم بعتين انت عم تعمل انفستمنت، مش عم بتكب مصاري انه تتشجع الشباب. العقلية كلها تغيرت بالفوتبول، بتردون عودة ثلاثة بتردون سبعة وثمانة وتسعة. يعني يمكن اذا في حدا بيجي بيحط بلان بيروح عند شي بنك، هلا ما بعرف وضع البنوك بلبنان هذا بحث اخر، بس انا عم بحكي بالمنطق. تيجي بتقول له خي انا عندي هيدي شي بنك من اصل لبناني بده يكون، تيجي بتقول انا عندي هيدي الفيزيبيليتي ستدي وعندي هيدي الرؤيه وعندي هذا المشروع وبدي اصرف 3 مليون بردهم سبعه، اذا ما رديتهم بدي رد ادفع اللي علي. بتامنوا يعني بشكل او باخر. بدي اقول لك يا جاد مش مزبوط انه نحن بحاجه لامكانيات خرافيه مش موجوده، لا، بس نحن. وعلى فكرة إذا بتشوف مثلا هذيك اليوم كان في حديث لنا مع تيو بوكير المدرب الغني عن التعريف، بيقول لك اللعيب اللبناني هو من الأفضل بالمنطقة، بس إنه حضره صح، عمل له إعداد مظبوط، عمل له هذا وخذ منه نتيجة، بس تجيبه بهذا الشكل بهذه الطريقة من الشغل ما تتوقع تشوف نتيجة مختلفة. طبعا نحن هلأ في مدرب جابوه للمنتخب، رجع شاف الملاعب رفض، قال له انه انا ما هذا، رجع بعدين قبل. يعني هلا ما بعرف كيف بتصير، بس رجع قبل يحوى عم يلعب على ملعب جازون ارتفيسيال، يمكن بده يشتغل. شو يعني جازون ارتفيسيال مثل بنلعب عليه خمسة جولر نحن؟ الملعب جازون ارتفيسيال هذا الملعب يمكن تلعب عليه يعني. مشكلة اذا انا وكارن انت افضل من اللي عم نشوفه. أنا بدي أشكرك كتير إبراهيم تسوقي، طولنا عليك، عندك نهار طويل هلا، بلشوا المتوشي، ما راح نطول عليك أكثر. بشكرك كتير وبركي بنرجع بآخر كأس العالم نعمل هيك ريفيزيون على اللي صار. وبالتوفيق. شكرا.